السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراق في اليوم العالمي لمحو الأمية. يصادف اليوم العالمي لمحو الأمية، والذي أقرته الأمم المتحدة للتذكير بأهمية القضاء على الأمية ورفع مستوى التعليم في عموم العالم لما له من أهمية في بناء المجتمعات ونهضتها. وعندما يأتي ذكر العراق يذكرنا التاريخ بالبلد الذي كتبت فيه أول الحروف وكان منارة للعلم عبر التاريخ، لكنه تحول إلى بؤرة للجهل والتخلف والأمية، وفيه انتشرت الخرافات التي أبعدت الملايين من أبنائه عن حقهم بالحصول على تعليم. اليوم مشاهدينا الكرام نتساءل عن الأسباب التي قادت إلى تفشي الأمية في العراق، ونحاول معكم أن نجد حلولا لها، لعلنا نكون سببا في تصحيح المسار الخاطئ الذي قادت فيه الحكومات الاحتلال هذا البلد العظيم. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذا التقرير الذي يبين جانبا من الأرقام المتعلقة بمحو الأمية وكذلك أو بالأمية في العراق وكذلك بالنسبة لواقع التعليم. الآن مشاهدينا الكرام، طبعا نزلنا إلى الشارع، أخذنا بعض الآراء من عراقيين مواطنين عراقيين، كان من بينهم أساتذة في المدارس في الجامعات. جئناكم ببعض آراء مواطنين عراقيين بشأن موضوع الأمية في العراق وكيف يمكن أن تعالج هذه الآفة التي تنخر الجسد العراقي، خاصة وأنها تؤثر على نهضة هذا المجتمع وتزيد من فرص تجضيته وتفتيته. لنشاهد ونستمع ما الذي قاله بعض العراقيين ثم نعود. كذلك برنامج محو الأمية عندما انطلق سنة 1971 برعاية مهندس هذا البرنامج وزير التربية أنذاك اللي هو محمد محجوب، كانت كل مساعي الدولة وإمكانيات الدولة مسخرة في هذا المجال. يعني كان محو الأمية إلزامي على كافة أفراد كافة شرائح المجتمع وفئاتهم العمرية. حاليا محو الأمية عندما انطلق سنة 2012 حقيقة إمكاناته هزيلة جدا، محاضرين محو الأمية يشكون عدم التثبيت. حاليا المجتمع العراقي يعاني من يعني شحة بالموارد. حقيقة الإنسان إذا ما يشبع بطنه ما يقدر يشبع عقله، وذلك يعني التمسنا بالسبعينات نسمع أنه المواطن العراقي بعد ما توفرت له كافة الإمكانيات وكافة الموارد، موارد الدولة تسخرت في خدمة هذا الشعب، بعدين يلا قدر يشبع عقله ويكون الأمية في العراق تساوي صفر. حاليا الشعب العراقي يعاني الجوع، حاليا الشعب العراقي يعاني البطالة. يعني أنا شلون أقدر أجبر شخص أنه هو ما عنده شغل وأقول له تعال اشترك بجهاز محو الأمية؟ هذا الشيء مو صحيح. لذلك الشعوب لازم طريقة النهضة مالتها تكون بالعلم، أول شيء هو العلم، وبعدين نقدر نرتقي بواقع هذا المجتمع. طبعا احنا في هذا اليوم العالمي لمحو الأمية، طبعا نشكرك جزيل الشكر على تسليط الضوء على هذا الموضوع. هذا الموضوع هو يعني في العراق وخاصة في الوقت الحاضر متفاقم تفاقم كلش قوي. طبعا هذا الموضوع إذا اريد نحكي على سلبي او عفوا اسبابه وسلبياته كثير جدا، خصوصا في تفشي الوضع الاقتصادي بالعراق
وسوء الإدارة على مستوى الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية. كثرت عندنا أعداد الأمويين جدا، واللي الذي لا ما يقولون يكتبون بهالمعنى هذا، نقول احنا على مستوى يعني اختصاص التربوي جاي نلاحظ هذا الموضوع على مستوى مجتمعاتنا ومستوى مناطقنا خصوصا الريفية والأطراف، ما نقول بس الأطراف، حتى في مركز المدينة على مستوى المحافظات عامة تفشى موضوع المح الأمية. طبعا الموضوع موضوع عام، موضوع مو خاص، لكن احنا نقول هناك أسباب عدة لهذا الموضوع، أسبابها اقتصادية وأسبابها مجتمعية. إذا الأسباب الاقتصادية والاجتماعية هي الأسباب الاقتصادية والاجتماعية هي طبعا تقول هي بسبب وجود عدم وجود الفرص العمل، أدت إلى خلينا نقول هروب بعض الطلاب وعزوفهم عن الدراسة خلال هاي الأيام وهذه السنين اللي مرت. احنا عندنا كتربويين وكناس اختصاص على هذا المجال عندنا حلول ومعالجات، طبعا اكو حكوميا ومجتمعيا. الحكومية هي في خلينا نقول تسليط الضوء على موضوع محل الأمية عن طريق بناء المدارس وبرامج اعداد برامج خاصة لتهيئة الناس وخروجهم وانقاذهم من موضوع محل الأمية، وايضا طبعا ندعو المنظمات المجتمع المدني على تسليط الضوء على هذا الموضوع، لان هي مهمل لهذا الجانب، مهمل جدا، ما مخلينا في حسبانهم. احنا عندنا كل مناسباتنا نهتم بها سواء كانت شعائرنا الدينية او غيرها، لكن هناك موضوع يعني مهم جدا هاملينه هو محل الأمية، او خلينا نقول عدم يعني معرفه اهلنا وناسنا من القراءه والكتابه. موضوع اخر هو موضوع الحكومه. الحكومه مثل ما قلت لك مطالبه بتوفير مدارس خاصه لمحل الأمية وتفعيل موضوع التعليم المسرع واليافعين بكل اصنافه. خلينا نقول هذا راح يؤدي بالاخير الى نتائج، واحنا مثل ما لمسناها يمكن عندنا تجربه سابقه، تجربه السبعينات وان كانت بسيطه جدا، لكن احنا لمسنا بها اجدادنا واولاد أو يعني ابائنا الكبار، يعني على الرغم من بساطه الاداء اللي كان موجود والحمله اللي كانت، لمسنا موضوع جدا مهم هو تعلم الكثير من 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 ناسنا القراءه والكتابه. هناك رديف، يجب المدارس تحتاج الى رديف، هذا رديف لمتابعه المتسربين. سابقا كنا نبلغ الوحدات الاداريه، ساعدنا جدا، والعالم يخاف انه ترسل اسمه للوحده الاداريه حتى لا يسجن او لا يعاقب او لا. الغايه من عندهم مو عقوبه، وانما الغايه استبرار لتعليمه للتعلم. واذا لم يكن هناك قانون يردع الانسان، الانسان ما يتعلم بدون إلو كيفة. هاي حالات نادرة جدا أنه الإنسان يتعلم من كيفة وحسب رغبته. وإحنا نرجو أن تكون هناك محاولات جادة وصادقة لإنجاح تعليم الأمية، القضاء على محو الأمية، القضاء على الأمية في البلاد. وهناك مراحل كثيرة تحتاج إلى متابعة، منها متابعة المتسربين في المدارس. ليش؟ يعني الظروف المعاشية و كثرة عدد التلاميذ وقلة المدارس، كل هذه تؤدي إلى ازدياد أعداد الأميين في البلد. نرجو أن تكون محاولة جادة لنجاح التعليم، لنجاح التعليم وللقضاء على الأمية في البلد. وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو عبر إرسال رسالة نصية عبر خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم. نستقبل الآن مشاهدينا الكرام الدكتور دريد عبد الله عبر سكايب من ألمانيا الأكاديمي العراقي، حياكم الله دكتور. أهلا بك. بداية، كيف تنظر إلى العراق ونحن اليوم نحظى بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام. حياك الله. العراق، المجتمع العراقي كانت ولا زالت لديه مشكلتين رئيسيتين. هذه المشكلتين سعت الحكومات على بشكل أو بآخر إلى حلها خلال آخر حوالي 50 سنة السابقة أو الأخيرة. الأولى هي قلة الإنتاجية للعامل والموظف العراقي، والثانية هي الأمية المتفاقمة
في بين أفراد الشعب العراقي. فمثلا سنة 1970 كانت الأمية وصلت إلى حوالي 70% أو إلى 75% من الشعب العراقي، بمعنى أنه هناك عام 1970 فقط 25% أو أي ربع الشعب متعلم. هذه النسبة بالتأكيد نسبة الأمية قلت خلال السبعينات من خلال أربع محاولات من الدولة العراقية وفي في تطوير أو تقليل تلك الأمية من خلال حملات أربعة هي لمحو الأمية. هذه قللت حوالي 10% من العراق. سنة 1980 دخل الحرب العراقية الإيرانية ولديه 60% من الشعب العراقي أميين. دكتور يعني بحسب الأمم المتحدة واليونيسيف كذلك العراق قضى على الأمية بفترات من الزمن، استطاع أن يتقدم بهذا المجال، استطاع أن يحارب الأمية بشكل فعال على شكل حملات على نطاق واسع، لكن اليوم عندما نتحدث عن عام 2022 في زمن هذه الحكومات صاحبة المليارات التي كان بإمكانها أن تنهض بواقع التعليم، أن تقوم بإنشاء مدارس، أن تقوم بالقضاء على الأمية، لماذا نجد بأن مستويات العراق اليوم بالنسبة للأمية في ارتفاع مستمر؟ وصلت النسبة بحسب الأمم المتحدة وبحسب اليونيسيف إلى 12 مليون مواطن عراقي، هي أرقام غير دقيقة طبعا لغاية الآن، لكن هذه التقديرات الدولية، هناك 12 مليون عراقي يعانون من الأمية. هذه الأرقام ما تفسيرها؟ إلها تفسيرين حقيقة أو وجهين. الوجه الأول هو أنه عدم التفات الدولة لهذا القطاع الحيوي اللي هو مكافحة الأمية. وصلت الأمية في العراق إلى 1% من كل الأميين على مستوى الكرة الأرضية، وهذا كارثي لأنه العراق على مستوى الكرة الأرضية عدد سكانه حوالي ربع 1%، بمعنى أنه عدد الأميين في العراق يعادل 4 أضعاف المعدل العالمي للأمية في العالم. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني كذلك واضح أنه انخفاض المستوى الاقتصادي في العراق جعل هذه النسبة تزيد إلى نسبة فعلا غريبة، وصلت إلى سنة 2022 إلى 27% من الشعب العراقي أمي، وهذه النسبة هي بالضبط النسبة التي وصلها العراق عام 1997 بالضبط. دكتور عندما نتحدث عن الأمية وكما استمعت حضرتك إلى بعض الآراء من الشارع، يرتبط الموضوع بالجانب الاقتصادي، الحياة المعيشية الصعبة والظروف الاقتصادية تقود الناس إلى أو تقود فئة الشباب أو الطلبة إلى التسرب من المدارس بحثا عن فرص عمل لعل وعسى يعيلون الأسر، لكن نحن نتحدث عن بلد فيه مليارات الدولارات، خزائن انفجارية طيلة هذه 20 عاما، يقوم ببيع أو بإنتاج أو استخراج 4 ملايين برميل نفط يوميا ويقوم ببيعها، أرقام خيالية وخاصة الآن في ظل ارتفاع أسعار برميل النفط. هذه الأموال لماذا لم يسخر منها ما هو كفيل يعني إنقاذ العراقيين من الفقر أولا، ثم بعد ذلك تركيز الجهود على قطاع التعليم؟ نعم، اقتصاد العراق الريعي منذ حوالي 20 سنة جعل العراق اليوم كمية النفط التي يصدره والواردات التي تتأتى من تلك الكمية لا يمكنها ابدا انه تكفي عدد مهول من الناس، وهذا الرقم هو 42 مليون. فبالتالي اليوم في العراق حوالي 47% من الشعب العراقي هو دون خط الفقر. هاي كارثة، بمعنى انه السنة لاخر شهرين
هناك أكثر من 3 تقارير اقتصادية تم إصدارها من جهات عالمية وكذلك من الأمم المتحدة، كلها تذكر أنه العراق وصل إلى مستوى عدد السكان مقارنة بواردات النفط إلى مستوى الدول الفقيرة، دول الأفريقية الفقيرة اللي هي بالمركز 117، وهذا معناها أنه العراق يصنف اليوم كدولة شبه فقيرة. طيب أعود لحضرتك بعد قليل دكتور، نستمع إلى آراء بعض المتصلين معنا مشاهدينا الكرام، وكذلك نأخذ تعليقاتهم وكذلك أيضا تعليق الدكتور دريد على هذه الآراء. ويانا السيدة أم أحمد من النجف، حياك الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم وضيفكم الكريم والقناة كلها ومستمعين ومشاهدين. أهلا وسهلا. الله يخليكم أستاذ محمد. إحنا دائما نحن نقول موارد النفطية طبعا تعقيبا على التعليل ما تعليل جايتكم، لكنه أنا أذكر أكو رجل أعمال سعودي بالثمانينيات هذا الكلام قال أنتو كعراقيين، فالتقينا به يعني بسبب أعمالي على شغل عمل، كانوا يقول بالثمانينيات أعتقد بالـ86 على ما أذكر، قال أنتو العراقيين عندكم ما يقارب 7 إلى 8 موارد ممكن أن تخلي العراق ينظروا بالمثل بي عايشين الخيال. قال إحنا السعودية بس النفط معتمدين عليه، نفطكم الخام أفضل من عندنا، زراعة موجودة، إلا أن قام ليش أنتوا هذا حالكم؟ فقصدي بكلامي لن يعني تركيزنا ليه كلس على إيرادات النفط، إحنا موتنا العراق بهذا، حتى كلامنا شاركنا يعني بموت العراق، وين الزراعة وين الصناعة وين الموارد المعدنية الموجودة، أراضي بالعراق يسموها الأراضي البكر اللي هي مليئة بالمعادن. هاي نقطة. نقطة ثانية هدم التعليم، كل اللي جاي السيد ترى يعني مو غافلين عنه وشي مدروس. الاتحاد السوفيتي أول خطوات هدمه اتبعوا بالمؤسسة الدينية هدموها، إلى أن بعدين اتجهوا للمؤسسة التعليمية. راسبوتين بدأ يتجه يعني يرسخ بعقول الناس، وأغلب الناس هي طبعا هي تنعق مع كل ناس تكرمون تحليل المحرمات، إباحة المحرمات. سيدة أم أحمد، يعني تقصدين بأن ما يحدث في العراق اليوم من انهيار للتعليم هو أمر متعمد؟ طبعا التجهيل استاذ محمد بالله الكريم، يعني لا حد يطلع يقول انه هاي الفئه اللي قاعده ما تعرف تحكم، لا 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 يعرفون يحكمون، بدليل شوف تعاملهم بامورهم الخاصه بالاعمال اللي صارت لهم الخاصه بخارج العراق، بالاملاك اللي استحوذوا عليها، بالتعامل بالعمله، حياتهم الخاصه كعوائلهم، هذول ما يعرفون شنو معنى الصحيح، شنو كيف يدون هالمبالغ هاي الطائله اللي جاي يحولوها للخارج، ما يعرفون يديرون البلد، لا لا لا، لكن الطامة العظمى احنا اللي عندنا. طيب. يعني من شنا نحكي اول ما ابتدعوا المدارس الاهلية الجامعات الاهلية، احنا شنا نحكي على بساطتنا، يعني من يصير حديث بيننا احنا من نبعد بالدوائر ان شاء الله في مجتمع، يابا والله من ضمن الكلام شو تقول لهم، لحد يودي اولاده لا مدارس اهلية ولا جامعات اهلية، انت راح تضربهم بهاي الشغله وانت ما حاسس على روحك، راح يستنزفون اموالكم، راح يخلون الشهادات بكثره، شهادات برخص التراب صارت، نتائج كانت يا راح تصير هسه صارت لما صارت، من تحكي يضحكون على عقلك، يعني يستهزئون فيك يقولون ام احمد يعني تكرمون يقولوا جاي تغنين وحدك. وصلت الفكره سيده ام احمد من النجف، وانا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور دريد، ترى السيده ام احمد بان هدم التعليم في العراق هو امر متعمد، هل تتفق مع هذا الطرح؟ اعتقد انه نسبه عدد الاميين في العراق قل بشكل تدريجي منذ عام 1960 لحد اليوم، لكنه شهد الزياده الغريبه هي كانت بعد 2014 2015. هذا التحول بهذاك الوقت اعتقد كان بسبب اول شيء بسبب المشاكل الاقتصاديه اللي واجهت العراق بعد بدايه التحرير من داعش. وكذلك بسبب المشاكل الامنيه التي جعلت من الصعوبه للاطفال خصوصا ان يدخلوا في سلك في المدارس بشكل عام.
دكتور، يعني يقول البنك الدولي بأن 90% من الطلبة العراقيين لا يفهمون ما يقرؤون. هذا كلام خطير، حتى وإن كان يستطيع القراءة أو الكتابة لكنه لا يفهم ما الذي يقرأه. من الذي أوصل شباب العراق إلى هذه المرحلة من الضعف في الإدراك أو يعني أن يعم الجهل بهذه الطريقة، أن لا يفهم الطالب ما الذي يقرأه؟ هو من أوصل نفس الدولة إلى الحضيض اللي إحنا عايشين به اليوم. العراق دولة مثل ما ذكرت قبل شوية، هي دولة فقيرة، وهذا اللي أوصلها هو سوء الإدارة. إدارة فاشلة. العراق يصنف من أسوأ الدول إدارة في كل العالم منذ حوالي 20 سنة، وهذا اللي جعل كل مفاصل الدولة عبارة عن عبء على المواطن، والمواطن كذلك عبء على الدولة، وبالتالي أصبح المواطن من الفقر، بحيث أنه يمكن أن نقارن العراق اليوم بأفريقيا الوسطى بمستوى دخل أفريقيا الوسطى ونيجيريا. أعود لحضرتك بعد قليل دكتور، نسمع رأي السيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل أبو أحمد. تحياتي أستاذ محمد العزيز وإلى قناة الرافدين الوطنية وإلى ضيفك العزيز. أولاً فقط معلومة مهمة جداً، نهاية عام 79 حقق العراق أعلى مراتب في القضاء على الأمية عبر حملات واسعة شملت جميع المدن، وعرفت هذه بالقضاء على الأمية واستمرت عدة سنوات. هذا موضوع ما نعرفه، احنا عشناه، يعني عشناه في زماننا، انه راشد يزرع زينب، راشد يعمل زينب تزرع، رحمة الله على راشد، رحمة الله على زينب، رحمة الله على التعليم. عفوا بس اكمل لك لا تسمح. سؤال تفضل. عفوا استاذ محمد. سيد أبو أحمد، اليوم إحنا بدنا نسأل إنه ليش العراق في عام 2022 وعندنا هذه المستويات المرتفعة من الأمية، وليست فقط الأمية، عندنا حتى من يستطيعون القراءة والكتابة، هناك نسبة عالية أو عملية تعميم الجهل والتخلف بين أبناء الشعب العراقي، عملية استهداف المؤسسة التعليمية مثل ما قالت السيدة أم أحمد من النجف، الموضوع متعمد. شنو رأيك بما يحصل الآن بالنسبة للتعليم في العراق وإحنا بعام 2022؟ فد رقم جدا مخيف في عام 2022. ذكر ناصر الكعبي عضو نقابة المعلمين أنه أكثر الأمم المتحدة أبلغتهم هناك أكثر من 10 مليون شخص أمي في العراق. طبعا هذا الرقم يبكي هذا الرقم حقيقة. السبب طبعا هو شنو؟ المحاصصة، وزير التربية من يجي راح يقول لك أنا 4 سنوات، فما راح تبقى، والناس اللي مستشارين حوله ما عندهم فد خطة لوضع آلية تقدم التعليم بالعراق. هذه مصيبة أضمة يعني. فلذلك أنه شوف أنت، إحنا جيلنا، بس خلع شيرك على جيلنا إذا تسمع لي دقيقة واحدة. إحنا درسنا القراءة الخلدونية، أنا وصلت صف ثالث ابتدائي أعرف أقرأ مجلة وأعرف أقرأ جريدة. الآن طالب صف خامس ابتدائي ما يعرف أقرأ مجلة وما يعرف أقرأ جريدة. صف ثالث ابتدائي تلقاه خريج إعدادية ما يفرق بين الضاء والضاد. إحنا الحمد لله وصلنا إلى مرحلة علمونا شلون نلفظ الضاد والضاد. بس خلني أوصل لك العفو، أنا أوصل لك الفكرة. هذه كلها الفساد اللي نخر جسد هذه الدولة العراقية بوجودها على الناس، أذى ودمر التعليم بالدرجة الرئيسية. تدري أنا بس أحكي لك سالفة ضحك جدا، الضحك سنة 2012 فتحوا البعثات إلى أوروبا وبريطانيا. تدري فتحوها بشكل عشوائي بحيث بدون تخطيط لحاجة العراق من الكفاءات المطلوبة. يعني أجانا فقط في أحد المدن في بريطانيا 201 يدرسون كيمياء عضوية. يعني معقول أنا 201 زيد أصرف عليه بس كيمياء عضوية؟ هاي معناته أنه لا يوجد تخطيط ولا يوجد دراسة حقيقية ولا يوجد ناس كفؤين يقودون هذا البلد. فلذلك أنا أقول لك العمل مخطط إلى للتخريب ولتدمير جيل كامل. وألف شكرا لك سعد. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا. دكتور دريد، تحدثنا عن الاستهداف المتعمد للمنظومة التعليمية في العراق، لكن ما المصلحة العائدة على الجهات التي تقف خلف استهداف التعليم؟ حقيقة الشرق الأوسط بشكل عام نسبة الأمية عالية، انخفضت خلال فترة السبعينات والثمانينات أيام الفورة النفطية، وقلت حسب الواردات النفطية التي تمتلكها العراق. من ضمنهم أيضا
مثل ما قلت انه تحسن مستوى عدد الغير اميين في العراق ليصل الى حوالي 40% عام 1980، بينما العدد الاميين 60%، وكانت النسبه قريبه من ايران وكذلك السعوديه. لكن اليوم نشوف انه العراق عدد الاميين لديه 27%، بينما نرى الإيرانيين لا تزيد نسبة الأمية عندهم 13%، والسعوديين بمستوى واردات وكذلك مستوى رفاه عالي لن تزيد عن 6%. تلك المعادلة جعلت إنه العراقيين خلال مثل ما ذكرت خلال آخر 5 إلى 7 سنوات معدل دخول التعليم، بالإضافة إلى إنه عدم تركيز الدولة على هذا المجال وعدم سن قوانين حقيقية وتطبيقها، بالإضافة إليها إنه العراقي اليوم بلا تعليم و 27% من شعبه لا يقرأ ولا يكتب. شنو اللي منع الدولة أن تسن قوانين لخدمة التعليم؟ يعني اليوم رأي الشارع العراقي الذي يريد أن يحصل ابنه أو ابنته على تعليم جيد عليه أن يذهب إلى المدرسة الخاصة، المدرسة الأهلية، عليه أن يدفع المال للحصول على التعليم، في حين نحن من الدول المعروف عنها أنها مجانية التعليم، هناك مجانية في التعليم في العراق، ويعني من الدول التي تعطي التعليم بالمجان. لماذا اليوم على المواطن العراقي الذي يعاني من الفقر ومن الحاجة أن يلجأ إلى دفع مبالغ كبيرة في سبيل الحصول على التعليم؟ في الحقيقة هذا يعود إلى حالتين أو ظرفين. الظرف الأول هو عدد السكان المتنامي مقارنة بواردات النفطية. العراق كان بال 1980 13 مليون، اليوم 42 مليون بنفس الواردات النفطية بالضبط عام 1980. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني اللي هو وهو هذا أنا أشوفه هو الأساس كذلك، إنه الدولة العراقية تخصيصات الموازنة للتعليم ضعيفة، وكذلك عدم اهتمامها إلا بجذب كل الناخبين، وعدم الضغط عليهم خصوصا في قوانين قد تؤثر، هم يعتقدون هذا تؤثر على 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 الطبقة التي ستنتخبهم، وبالتالي تركت الحبل على الغارب. ونحن اليوم أمام 27% من الأمية. دكتور، أعود لحضرتك بعد قليل بجزئية الاقتصاد وموارد العراق طيلة السنوات الماضية، لأنه حديث حقيقة مهم، لكن نسمع رأي السيد أبو سمية من الأنبار. تفضل يا أبو سمية. السيد أبو سمية من الأنبار موجود؟ أبو سمية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، انتشار الأمية في العراق وفشل التعليم أولها والسبب الرئيسي هو أن من تولى مهمة التعليم أو الإشراف على التعليم هم لا يستحقون. اعترافي لجنة التربية البرلمانية قالت أن الذين يضعون المناهج الدراسية التي تخص التربية الإسلامية لا يميزون بين الحديث النبوي وبين المثل الشعبي، وهذا باعترافهم، وهذا فشل مفضوح. نعم. الأمية في العراق هذه تحتاج إلى وزارة ناجحة وتخطط، وهذه الوزارة غير موجودة في العراق. وهناك سبب رئيسي آخر لانتشار الأمية. الطفل العراقي عندما يرى المعاناة حالة في الخيار بين لقمة العيش وبين التعليم، فترى بعضهم يضحي بالتعليم من أجل لقمة العيش التي لا توفر المباركة في المنطقة الخضراء. طيب. فلا خير في من أشرفوا على التعليم في العراق. اسمح لي أضرب لك مثلا عن نجاح التعليم في الدول الأوروبية. باختصار لو سمحت. يقول طالب دكتوراه، يقول عندما أشرف على رسالتي في اللغة الإنجليزية في بريطانيا مشرف
أحسست أنه ليس اختصاصا. يقول اشتكيت على الجامعة وجلبوا مشرفا من لندن إلى جامعة بانجر في ويلز لأجل أن يشرف على رسالة. لماذا؟ لأنهم يهتمون بالتعليم، أما هذا فليس متوفرا عندنا. وشكرا لحضرتك سيد عبد الرزاق من بابل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذ محمد وضيفك الكريم، حياك الله. أستاذ محمد، بالنسبة للتعليم، سبب فشل التعليم بالعراق هو المناهج التدريسية أو التعليمية. شلون راح تقولي؟ إحنا الطرق مالتنا تدريسية، يعني شلون تجبر الطالب وبنفس الوقت تقتل المواهب. أستاذ محمد، يعني بقية الدول يشوفون رغبة الطالب، هواية الطالب، ارتياح الطالب للمادة، إذا يعني يشوفون هذا الطالب إذا مبدع مادة، يعني نقول كيمياء، فيزياء، رياضيات، يشجعوه. أنا أعرف يا أستاذ محمد، يعني خلال شاف الفترة الدراسية مالتي هذه، يعني بالمتوسطة وهذه الإعدادية الآن، كانت عندنا طلاب صراحة يعني متفوقين بالكيمياء، متفوق بالفيزياء، لكنه يا أخي مثلا درس الإنجليزي مو شيء. يعني هذا من يرسب الإنجليزي يرسبوه، وهذا كارثة. يعني يا ما أقول وكفاءات، صدقني يا أستاذ محمد، يعني خسرها البلد بسبب هذا التدريس. يا أخي هذا عدة رغبة وعدة هواية وعدة إبداع. هذا الدرس اللي رسب بيه خليه يعني يوصل حتى للكلية وهو يبقى يمتعن هذا. الآن يعني ما تعلم الإنجليز، ما أعرف الإنجليز، ما أعرف الرسم أو غيره، ليش هيك أطلع على موهبة؟ سيد عبد الرزاق، أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة. أعتذر منك أيضا لأنه ضيفنا ينتظر، ولدينا أيضا مشاهدينا الكرام مقطع آخر لبعض آراء الشارع، دعونا نسمعها سوية مع ضيفنا الكريم ثم نعود مرة أخرى لنكمل الحديث. احنا بالنسبة لنا يعني عائلتنا كبيرة وعندنا أطفال هواي، اضطرينا اضطرارية غصبا علينا نودي أطفالنا للمدارس الأهلية، مع العلم هذا الموضوع كل شيء أثر علينا وعلى مصرفنا. بس شو تسوي إذا بداية السنة الدراسية كسروا خشم الطالب هذا وخلوه ينزف؟ يعني الضرب موجود رغم أنه قانون يمنع الضرب بالمدارس. فضلا عن هذا يجيك ابنك أو بنتك أو ابن أخوك ما يعرف شيء، ما يعرف الدال من الراء، ما يعرف كل شيء إلا تضطر توديه حتى تعلمه. النوبة إحنا صارت فكرتنا مو للعراق، صارت فكرتنا لأنفسنا، قمنا نبني أطفالنا مستقبل إلهم، إحنا اللي نسوي مو الحكومة اللي نسوي. مع العلم وهذا واجب الحكومة أنه تهيئ لهم أجواء دراسية. يعني هاي مدرسة، يعني هاي وراي مدرسة، مدرسة بابها تشينكو، مدرسة يحطوا لها كرفان ويقعدون بها 90 طالب. يعني شلون ما أعرف شنو الفكرة اللي عند وزارة التربية بهالطريقة هاي وبهالشروعية هذه. بالنسبة للمدرسة، احنا من نسولف على المدرسة خاف نضر ناسنا، بس هي اكو معوقات هواية بيها، هواية معوقات. بالنسبة للتدريس معوقات هواية، بالنسبة للاهتمام مع المدرسة، يعني ما بيها اهتمام مع العلم ومع المدرسة ومع الواحد ملتزم. أنا أقول لك شلون، أبسط مثال، واحد من عمامي جاب له طفل بصف الأول، مو من جاب الطفل بصف الأول أعطاه دفاتر مال الصف الثاني، إجا يجي للمدرسة ثاني يوم رد قال لك هاي المدارس شنو جدة؟ قال له الدفاتر مالي ايش هاي؟ قال مال الصف الثاني. هي ثاني يوم للطفل لحق انا اتابع على المدرسه اللي قاب صف الرابع، لقى المعلمة قال لها ابوي هذا الطفل السنه خليناه صف الاول، شلون هسه صف الرابع قاعد؟ قال شلون هو من يقول صف الرابع؟ قال شلون فشد هذا الدفاتر داخل عليكم السنه سنه الاخرى قبل بساعه تنوع على النهايه؟ قال ليش عمي قاعد صف الرابع وانتم ما درسونه وهو بصف الاول؟ هاي واحده من المعانات. يعني نقص هواي مو بس. مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع ضيفنا دكتور دريد عبد الله. دكتور، يعني
الآن عندما ذكرت حضرتك الجزء المتعلق بالجانب الاقتصادي وموازنات العراق، العراق دخل له بعد 2003 بحسب خبراء اقتصاديين ما لم يدخله طيلة السنوات التي سبقت الاحتلال منذ عام 1920 لغاية 2003. أكثر من تريليون دولار موازنات اختفت من العراق، لم يستفد فيها منها قطاع التعليم، لم تقم الحكومات السابقة على النهضة بهذا التعليم وبالمحاربة الأمية. الأموال التي دخلت العراق لم في 2003 وما بعدها لم تدخله عبر تاريخه الحديث، لماذا لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح؟ نعم، واردات النفط منذ عام 1921 لحد اليوم حقيقة مثل ما وضحت حضرتك أنه كميتها ككمية خلال فترة آخر 20 سنة، نعم هي الأكبر في تاريخ كل تاريخ، لكن لو أتيت لتفاصيل هذه الكميات سترى أن العراق خلال فترة آخر 19 سنة واردات مقارنة مثلا ببداية سنوات الثمانينات مثلا ستكون ضعيفة جدا وتصل إلى الربع تمام. كيف العراق اليوم مثلا لنقل الشهر الثالث من سنة 2022 وارداته قد وصلت إلى 11 مليار دولار، لكن لو جئت مثلا للشهر الثالث عام 1980 وحولت الواردات التي وصلت في ذلك الوقت مع إضافة طبعا يعني الزيادة في الدولار، سترى أن العراق في سنة 1980 في الشهر الثالث وهو مع 13 مليون إنسان فقط دخل له حوالي 13 مليار دولار، بينما اليوم احنا نتكلم عن 11 مليار ل 42 مليون إنسان، بالإضافة إلى أنه الدولة العراقية سنة 1900 وليكن نأخذ أيضا نفس المثال بعام 1980 وبين 2022 الدولة العراقية بال 1980 كان النفط من الناتج المحلي الإجمالي ككل يشكل 25% فقط، بمعنى أنه 13 مليار دولار بهذاك الوقت مقابلة ناتج محلي في داخل البلد من الدولة ومن الناس 3 أضعاف. طيب. بينما اليوم في سنة 2022 هذا الناتج هذا وارد النفط يساوي نفس الناتج المحلي للنفط نفسه، فبالتالي هذه بالنسبة للعراق كدولة وكعدد سكان 42 مليون هاي كارثة. نعم دكتور، طبعا هو كنت أتمنى طبعا أن يكون الموضوع اقتصادي حتى كنت يعني أتبحر معك أكثر أو أتوسع معك أكثر بالنقاش بهذا الخصوص، لكن نحن نربط الجانب الاقتصادي لأنه حديث العامة الآن أنه الاقتصاد هو أساس أو جانب مؤثر على التعليم وعلى انخفاض مستويات التعليم وارتفاع مستويات الأمية والجهل في العراق، لكن هناك رأي آخر جاء على لسان الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، قال بأن الأمية ليست مجرد مشكلة تعليمية واجتماعية واقتصادية، إنما هي قضية سياسية لها تداعيات خطيرة بعيدة المدى، وبين أن القضاء على الجهل لم يكن أولوية لدى من يحكمون، السبب هو لضمان خفض الوعي الشعبي وقتل الروح التضحية والتفاني بين أبناء الوطن. هناك بعد سياسي بالموضوع، هل تتفق مع هذا الطرح الذي يقول بأن قضية التعمد التي طرحتها إحدى المتصلات هي من ضمن الشروط التي وضعتها حكومات الاحتلال لتدمير العراق شعبا عن طريق تجهيل المجتمع، تفشي الجهل والخرافات بين أبنائه ورفع مستويات الأمية حتى لا يكون هناك منافس أو لا يكون هناك رد يأتي من الشعب العراقي عن طريق نهضة عن طريق ثورة، وبالتالي يستطيعون التحكم به كما يشاءون. هذه الطريقة أو هذا الوصف هل هو صحيح من وجهة نظرك فيما يتعلق بالتعليم؟ بالإضافة إلى مثل ما ذكرنا نقص يعني نقص التخصيصات التعليم في العراق مقارنة حتى
السابق في 2003، كذلك مثل ما قلنا أنه مشكلة الإدارة هي أيضا أحدى مشاكل العراق الأساسية، وكذلك التعمد اللي صار خلال 19 سنة في إهمال ذلك القطاع المهم وهو قطاع محو الأمية. هذا مثل ما ذكرت أنه هو جزء منه يعود إلى أيديولوجيات الأحزاب الحاكمة اللي تحب أنه تكون المجموعة التي أو الحاضنة الشعبية التي تمتلكها جزء منها كبير غير متعلم. دكتور، أعود إلى حضرتك بعد قليل، معنا متصل آخر وهو السيد أبو علي من واسط. حياك الله سيد أبو علي. السلام عليكم أستاذ الكريم، تحية لحضرتك ولمشاهدين المحفظين، وكذلك لتحية للدكتور دريد. سيد الكريم، ما ذكرته يعني سؤالك الأخير للدكتور هو صحيح، ولكن ما حدث في تشرين 2019 قد يبين أنه يعني الحرب مو وصلت بس للتعليم وتجهيل المواطن، إنما الحرب وصلت إلى تجويع هذا الشعب، خلت هذا الشعب يعني الشباب وخاصة فئة الشباب يمل. وأعتقد شفتوها أنه في فترة من تركيا حاربت أوروبا بطريق المهاجرين، شقد يعني راحوا من العراق طلعوا خارج يظنون أنه بالخارج تكون الحياة أفضل، لأنه يعني تخيل وصلوا الشعب بممارساتهم إلى أنه يترك أرضه، والهجرة من الأرض هذه ترى يعني مو شيء بسيط. يعني هذا يمكن أكبر من التعليم. أبو علي، سؤال طرحه أحد المواطنين عبر الشارع، رأي أنه اليوم اللي يريد يحصل على تعليم عليه أن يتجه إلى المدارس الأهلية، ليش تحول الموضوع إلى استثمار إلى أموال؟ اليوم العراقيين مثل ما سمعت حضرتك الضيف، وهي أرقام أيضا دولية، 47% أو تصل إلى 50% من العراقيين تحت خط الفقر، في المقابل عليك أن تدفع ثمن كل شيء اليوم في العراق، الصحة، التعليم وغيرها. ليش اليوم المواطن عليه أن يدفع الثمن للحصول على تعليم؟ لأن تالي الكريم لو رحت للمدارس الخاصة، من اللي أسسها؟ أغلبية اللي أسستها الأحزاب كمدارس خاصة وككليات وجامعات أهلية، لأن أغلبيتها الأحزاب هذه تتخذها بموضوع غسيل الأموال، يعني هو يسرق من الموازنة العامة للدولة عن طريق المشاريع، ويبني مدرسة ويبني جامعة، وبعدين يبيض الأموال اللي سارقها عن طريق الاشتراكات من الطلاب. فهم هدموا التعليم الحكومي حتى أنت تلجأ تروح للتعليم الخاص. أنت مو تروح، هم مو هدفهم حتى أنت تتعلم، لا، هدفهم حتى أنت تبيض فلوسهم الموجودة اللي سارقينها هم. يعني الآن لو ملاحظوا ما شنو اهتمامهم بالتعليم، اهتمامهم بس بشيء واحد، أنه عندهم صفقات فساد بطباعة الكتب والمناهج العراقية. من تجد المنهج أساسا فاضي محتوى. اليوم أنا انصدمت من تعليم عن بعد، مدرسة تقول طلابها 7 × 7 يساوي 14 و6، يعني 7 أس 3 طلعت يمكن 92 من 93، هو 343. يعني شوف، تخيل أنه المعلمة تعلم الطالب خطأ. يعني حتى صار عندي ضرب بالسيستم، اللي يقول لي 7 × 7 تساوي 14 وهي 49. فهذا وصل للمجتمع. يعني أشكرك. شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط. دكتور دريد، يعني النقاش مع حضرتك دائما يميل إلى الجانب الاقتصادي، وهنا سؤال بهذا الخصوص، أنه عندما نتحدث عن العراق سابقا، وحضرتك تتحدث أو تحدثت عن ميزانيات العراق سابقا مقارنة بعدد السكان وما إلى ذلك، دعنا نضرب مثالا بسيطا بالدول المحيطة التي لديها مستوى تعليم أفضل، خاصة وأن العراق الآن هذا البلد النفطي خارج تصنيفات جودة التعليم. فنأتي إلى بلد على سبيل المثال الأردن أو مصر، بلدان فقيرة مقارنة بميزانيات العراق، ومع هذا لديها مستويات جيدة في التعليم، استطاعت أن تستثمر، وغيرها طبعا من البلدان الأخرى ذات الإمكانيات المحدودة استطاعت أن تستثمر هذه الأموال للنهضة بالتعليم، بالأبحاث العلمية، بناء مدارس. هل يعقل اليوم احنا بالعراق عندنا 2000 مدرسة طينية وعشرات المدارس الكرفانية، وهناك حاجة إلى 20,000 مدرسة بحسب نقابة المعلمين؟ طيب، هذه الأموال وإن كانت مع مقارنة مع عدد السكان قليلة، لكن لماذا لا تستثمر بالشكل الصحيح؟ ببساطة لشيئين. لأول شيء، لضعفها، لضعف هذه التخصيصات
المالية. والشيء الثاني هو للفساد وعدم وجود استراتيجية في أي مفصل من مفاصل الدولة وفي أي وزارة من الوزارات. فبالتالي أي كمية من الأموال ستأتي إليك كوزارة راح تختفي بشكل تدريجي حتى لا تصل إلى أي هدف مما يتم كتابة يعني من تحديدة للصرف عليه. هذا دكتور دريد بدقيقة واحدة بدقيقة واحدة، ما الحل الآن؟ طرحنا المشاكل وعرفنا الأسباب، ما الحل الذي يمكن أن يطبق في سبيل النهوض بواقع التعليم في العراق؟ يجب أن قانون جديد، قانون التعليم أو المحوة الأمية، وهذا القانون يجب تخصيص إلى التكاليف وكذلك تحديد عدد السكان اللي يجب أن يدخلوا في هذه في هذا البرنامج. نعم. هذا مهم خلال الخمس سنوات القادمة، لأنه نسبة الأميين في العراق لو استمر الحال على ما هو عليه اليوم راح يزيد من 11 مليون أو 27% ويصل إلى أكثر من 35%، بمعنى أنه راح يصل إلى ثلث الشعب العراقي، وهي أعتقد هي وحدها هي كارثة. الدكتور دريد عبد الله عبر سكايب من ألمانيا الأكاديمي العراقي، أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من منبر الرافدين. وكذلك مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، لكل من شاركنا، لكل من تابعنا عبر شاشة قناة الرافدين. نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء.